الشباب. شكر السيد النائب المحترم على هذا السؤال. بدايه تنبغي ناكد ان وزاره النقل واللوجستيك تتولي اهتمام بالغ الموضوع توسيع شبكه السكك الحديديه ببلادنا، بخصوص انجاز الخط السكاكي بين مدينتي مراكش وكادير. تنبغي نذكر ان المكتب الوطني للسكك الحديديه قام بواحد الدراسه باش يعدد مخطط جد مهم على المدى المتوسط والبعيد، الهدف منه هو التغطيه الكافه للتراب الوطني بشبكه سكاكيه. هذا المخطط اللي اعطته الدراسه تشمل احداث 1300 كيلومتر جديده من الخطوط الفائق السرعه، 3800 كيلومتر من الخطوط الكلاسيكيه اللي غادي يمكنوا من ربط 43 مدينه عوض 23 حاليا بالقطار. الربط السكاكي بين مراكش وكادير من اولويات هذا المخطط الطموح الذي من شأنه بالطبع ان يعزز التكامل الجهوي على الصعيد الوطني. في هذا الصدد انجز المكتب الوطني للسكك الحديديه مختلف الدراسات الاوليه المتعلقه بالمشروع، خاصه منها دراسات البنيه التحتيه والهندسه المدنيه وايضا اشغال المسح الطبوغرافي. غير ان انجاز هذا الخط تيتطلب تعبئه اعتمادات ماليه مهمه تتقارب 50 مليار درهم، وتتبقى البرمجه الزمنيه ديال المشروع مرتبطه بايجاد الحلول المناسبه لتمويل المشروع، وذلك بتضافر جهود جميع المتدخلين. في الاخير تنبغي ناكد ان الوزاره والمكتب معبئين من اجل دراسه كل الامكانيات المتاحه لتمويل هذا المشروع المهيكل بما فيه الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وشكرا.